الصفات اللي غتجمع ما بين المنتخب المغربي والمنتخب العراقي. احنا الان مع مشجع مغربي اللي متفائل عفوا بفوز يعني شبال الاطلس على المنتخب العراقي. يعني كنعرفوا ان بزاف ديال الناس بزاف ديال لي باج كيوجهوا يعني واحد انتقادات للمدرب بحكم ان لي شونجمون اللي كيدير التشكيله وبزاف الامور. انا غنخلي هذا الشاب هو يقول لنا شنو الراي ديالو في هذه المباراه، واش متفائل ولا لا. قرب لك الميكرو. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحكم انك مشجع مغربي، اليوم كاين الماتش غتفرج ولا لا؟ واش متفائل؟ انا كان المدرب غادي يدير لنا بحال التشكيله ويدير لنا الشيء اللي دخلنا بحال التشكيله ديال النهار. كيفاش جاك الماتش بعدا ديال اوكرانيا مع المغرب؟ ماتش فهمتي كيلعبها فهمتي كيلعبها على الهجوم فهمتي ناقص لاعبين مناقصين فهمتي كيلعبوا لعبه على التيران ما لعبش معنا فهمتي. يعني الماتش الاول مع الارجنتين كان مزيان، كيفاش جاك؟ ماتش زوين فهمتي داك الماتش فهمتي لعبوا الدراري قاتلوا عليه واخا فهمتي داك الحكم تجوز هذيك اللعيبه وعاود لعبوا داروا لنا الماتش. يعني خلق واحد الضجه هذاك الماتش بلاش عاد باش عاود فهمتي. والماتش ديال اوكرانيا ما كانش خاصهم يخسروا في داك الماتش؟ كانوا خسروا صافي شنو خسروا بجوج دونك ما كانش خاصهم يخسروا في ديك المباراة. المباراة راس شنو بنادم صافي خسروا في القلب. اليوم انت متفائل ولا ما متفائلش بالفوز على منتخب العراق؟ كيفاش كيجيك منتخب العراق زعما قادرين ان الاشبال الاطلسي يربحوا ولا لا؟ شو كان على بحال ذاك الماتش كان بحال ذاك الماتش كيفاش؟ كيف على الموال مش حنا تايقين ديالنا وعارفين تايقين فيهم وكان نمشي يربحوا يفرحونا فهمتي. دونك كتشوف انت الاخطاء شكون اللي كيتحمل؟ المدرب فهمتي المدرب هو اللي غادي يمشي راه الدراري تما راه كيدير داكشي اللي عليهم فهمتي. هذوك لي شونجمون اللي كيدير المدرب كيفاش كيجيوك؟ والله ان اليوم المنتخب المغربي عنده يعني واحد الحظوظ باش انه يربح ولا لا؟ على حسب فهمتي. الا كان المدرب اللي غادي يدير لنا بحال الماتش اللي فات بحال اكس امشي اكس يعني الا كان غيكونوا لي شانجمون ديال ديك المره ما متفائلش نضمنش لك فهمتي. شحال كتوقع النتيجه غتكون اليوم في الماتش؟ شي 2-1 المغرب تربح فهمتي. انا باغي المغرب تربح بطبيعه الحال. المغاربه كلشي غيبغيو ان المغرب تربح فهمتي ضروري. داك انا كرهناش المغرب شحال تربح يعني كنشوفوا ان منتخب العراق كان شادو مدرب عموته. كتشوف انه منتخب قوي ولكن بزاف ديال الناس كيقول لك يعني منتخب يعني قدر ان المنتخب المغربي يربح ولا كتشوف الكره هذه ما كتعرفش شنو يقدر يوقع؟ مش عارف شنو فهمتش راه عطاك واحد اللعيبه راه دير بيد الوداد الراجه شنو هو الريمورتاد ثلاث البيوت فاش في 10 دقائق 3 دقائق دونك الكره هي هذه ما كتعرفش شنو يقدر يوقع. مره ما فهمتش ولكن المدرب اللي لقاك دخل التشكيله وهادي شنو الرساله اللي تبغى توجهها للمدرب؟ المدرب فهمتي تقاتل معانا موش معانا دخل الدراري سالو فهمتي عاش عاطي الهجوم فهمتي شتوي الله فهمتي صافي ديما مغرب وكنتمنى ان شاء الله يربحوا اليوم وتفرحوا ان شاء الله. بغيناهم يفرحوا ضروري ضروري. كنشوف ان المغاربه مازالين باقا فيهم الفقصات ديال الماتش ديال اوكرانيا ما عجبهمش الحال. منو مانو بزاف راه ديك الماتش صافي راه كنا فهمتش صافي رابحين يعني الاولين باكينا وفهمتش صافي. حتى الخساره حتى الاخر كتجي شويه قاصحه ماشي بحال الله. اليوم المنتخب المغربي فرحنا. شكرا لك وتبارك الله عليك. مشاهدينا كنا مع مشجع مغربي اللي متفائل بفوز اشبال الاطلس على المنتخب العراقي. هذاك هو الطلب ديالو للمدرب انه ما يكونش بحال ماتش اوكرانيا بحكم ان كنا المنتخب المغربي رابح حتى الاخر تقريبا حتى الاخر عاد المنتخب خسر. دونك كنتمناو ان شاء الله انه يكون الله ما يخيبناش ان شاء الله وربحوا. انت متوقع 2-1 ان شاء الله المغرب جوج ولا ثلاثه كاع طمعتي فرحوهم خليهم يشوفوا حالي ان شاء الله. يعني كنتمناو 3-1. وهنا مشاهدينا بقى لي الا نودعكم نتلاقاكم في بث اخر موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.